السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بوجودي معكم السودانيين في رجاء الوطن وخارج الوطن. أنا أمل عبد الوهاب نورين، مسؤولة من سودان نيكست جين في السودان. أنا مهندسة طبية، اشتغلت في العمل الإنساني في منظمات المجتمع المدني، وبهمني جدا الوضع الراهن في السودان، وكنا مع الثوار من بداية ديسمبر. نتمنى أن يكون الموضوع شيق للجميع، وأن آراءكم مرحب بها جدا. شكرا. أنا صراحة يعني ما عندي إضافات كثيرة أقولها بعد الكلام اللي سمعته عن الوضع الراهن للدولة المدنية، بس أنا حابة أقول إنه إحنا في الثورة دي بدأت سلمية لأسباب كثيرة جداً، لأنه القوة والروح بتاعت الانتقام ما بتودي لأي مكان، ولأنه دائماً الديمقراطية اللي بتكون قائمة على خلاف دائماً بتكون فاشلة في إنها تقود سياسة البلد لسياسة عادلة إنها تحكم البلد. الثورة مشت حقتنا دي مشت بصورة تدريجية سلمية ممرحلة، ما أخذت سلاح وما أخذت قوة، قائمة بلجان الأحياء والنقابات والأحزاب. الحاجة دي بفتكر إنها هي بتمهد لأنه للمرحلة الجاية اللي هي حتكون الثلاث سنين القادمة، حتقدر تخلي إنه لجان الأحياء والأحزاب كلها تستلم السلطة بشكل تدريجي، اللي هو إحنا مفروض في المرحلة الجاية نبني المؤسسات حقت عدالة عشان هي تقوم بدورها، لأنه في نظري الجرائم ما بتسقط بالتقدم قادم. يعني احنا ما حنعاين بس للجريمه تفضل الاعتصام، في جرائم كثيره حصلت. مفترض انه نكون اللجان دي هي تقوم بالتحقيق في كل الجرائم اللي حصلت ابتداء من الانقاذ، لكن برضو احنا المفروض ننتبه انه دائما التدخل العسكري بيكون بسبب مدنيين، فاحنا ننتبه لانه هو الجهه العسكريه هي قوه لا يستهان بها، احنا عايزينها معانا. في نفس الوقت احنا بنقول عايزين نبني السودان بالسلام، يعني لازم كل المنظومات وكل الاحزاب وكل المجتمعات تدخل في الفكره بتاعت بناء السلام عشان نقدر نبني دوله مدنيه مستديمه. الفتره بتاع الانتقاليه حتكون لنا هي فتره لتهيئه السودان لاستقبال الدوله المدنيه ككل. فواحدة من المهام سودان نيكست جين إنه نحاول نهيئ السودان ونهيئ نفسنا إحنا لاستقبال الدولة المدنية بمساعدة كل الخبراء الموجودين في السودان، باعتبار إنه إحنا عندنا كمية من الخبراء الموجودين في السودان. عندنا نظام وسيستم للأسف ما مفعل، مفروض نعرف شنو الموجود عندنا، شنو الموجود برا، مفروض نضيف شنو. من الخطوات المهمة لسودان نيكست جين إنه إحنا عايزين نعمل قفزة بالموجود عندنا، إضافة على ممكن يساعدنا الأدوات والتولز اللي تساعدنا الموجودة برا، على الخبرات الموجودة في السودان عشان نقدر نعرف العالم وصل وين، بمساعدة الشباب اللي هم قاموا بالثورة. أنا بفتكر إنه الشباب قوة أقوى من أي عامل موجود هسه في الساحة، لأنهم هم عندهم قوة غيرت حكومة موجودة 30 سنة كان فيها ديكتاتورية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية. أفتكر إنه إحنا مفترض نستغل القوة دي الموجودة عند الشباب لتفعيل كل المجالات، والفريق سودان نيكست جين موجود لأنه مستعد لتقديم المساعدة سواء كان داخل السودان أو خارج السودان. مرفق الإيميل لكل من حب الاتصال والتواصل مع الفريق، وهذا من جهتي المشاركة. شكرا.